وفاة الفنان المصري القدير عزة العليلي عن عمر ناهز 86 عاما. ودع الفنان المصري عزة العليلي عالمنا قبل قليل وفق ما أكد الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين. وأوضح الفنان أشرف زكي إنه تواصل مع شقيق عزة العليلي وأكد له نبأ الوفاة، لافتا إلى أن تشييع الجثمان سيبدأ من مسجد المروة في دريم لاند بمدينة السد من اكتوبر، على ان يتم الصلاة عليه ثم دفنه بمقابر الاسرة. وجاء رحيل الفنان المصري عزة العليلي عن عمر ناهز 86 عاما، حيث تعددت اعماله الفنية بين السينما والتلفزيون، تاركا خلفه ارثا فنيا كبيرا. وحرص الفنان اشرف زكي ايضا على نشر صورة للفنان المصري عزة العليلي عبر حسابه في موقع انستغرام، معلنا وفاته بوصفه فارس الدراما العربية قائلا: البقاء لله. فارس الدراما العربية عزة العليلي في ذمة الله. ويتميز الفنان المصري عزة العليلي بالعديد من المواقف الإنسانية تجسدت في بدايته عندما حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ورفض البدء في مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لشقيقاته الأربعة بعد وفاة والده ووالدته. وعمل الفنان المصري عزة العليلي لفترة كمعد برامج تلفزيونية، ثم حانت له الفرصة من خلال فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية وانطلق في مسيرته الفنية بعد ذلك. شارك الفنان المصري عزة العليلي في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، حيث يعد فيلم الأرض عام 1970 من إخراج يوسف شاهين أحد أهم أدواره، كما كان أبرز أعماله الفنية أهل القمة والمنصورية والتوت والنبوت. أما في المسرح فقد شارك في أعمال عدة، منها أهلا يا بكوات، ثورة قرية. ولد الفنان المصري القدير عزة العليلي في 15 سبتمبر عام 1934، وهو ممثل مصري مولود في حي باب الشعرية بالقاهرة، ونال جوائز عدة من بينها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الطريق إلى إيلات، ودرع تكريمي في مهرجان RT السينمائي لعام 2009، وحاز على تكريم في مهرجان وهران للفيلم العربي لعام 2017. وعن أيام الزواج والحب في حياة الفنان المصري عزة العليلي، تحدث في تصريحات صحفية له قال فيها: بنت الجيران أول جواب حب، وأنا كان عندي 17 سنة وحب الجواز هو الأهم. زوجتي الله يرحمها حبتها جدا، وبعدها افتقدت حضنها وخوفها عليا، وعمري ما قلت لها بحبك لأن أفعالي اللي كانت بتدل على حب ليها. وأضاف الفنان المصري عزة العليلي قائلا: كانت زوجتي قريبتي وكنا ميسورين الحال، وتعبت في تربية الأولاد وقفشتني مرة ببصبص وضحكت جدا وقلت لها دي آخر مرة. ويعد مسلسل قيد عائلي هو الأخير للفنان المصري عزة العليلي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، منهم الفنانة بوسي وصلاح عبد الله وسيمون ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعي وغيرهم.